بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ مستوى الجهه المشترك الامني، نلتقي بكم في درس اخر من الدروس المبرره، وهذه المره مكون التاريخ الدرس السادس، يتعلق ببدايه محاوله الاصلاح وحدودها. التمهيد في الوقت الذي اتجهت فيه الدول الاوروبيه خلال القرن 17 و18 نحو الحداثه، قامت دول العالم الاسلامي بمحاولات اصلاحيه للنهوض باوضاعها. ومن هذا المنطلق سنقسم درسنا الى محاور. هذه المحاور تسلط الضوء على هذه المحاولات. المحور الأول، نحدد مفهوم الإصلاح ثم مظاهره عند العثمانيين، ثم كذلك مفهومه ومظاهره بالمغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وخاصة في القرن الثامن عشر. المحور الثاني سنتطرق إلى أن هذا الإصلاح كان محدود، له محدودية سواء عند العثمانيين وعند المغرب في القرنين 17 و18. مفهوم مظاهر الإصلاح عند العثمانيين في القرنين 17 و18، ماذا يقصد بالإصلاح؟ هو تغيير في أوضاع معينة ترتبط بعدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية لتقويم تجربة الشعوب عبر مسيرتها التاريخية. أما بالنسبة للمظاهر، فالسلاطين العثمانيون اهتموا خلال القرن الثامن عشر بسياسة الإصلاح، تضمنت إنشاء فرقة إدفاعية، الاستعانة بالخبرة الفرنسية في ذلك، وإحداث مدرسة للبحرية، إضافة إلى استقدام خبراء عسكريين أوروبيين. بالنسبة لمفهوم الإصلاح المتعلق بالمغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله خلال القرن 18، المفهوم هو عملية تحديد هياكل الدولة وإحياء وجودها وإشاعها من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله. أما بالنسبة للمظاهر على المستوى الاجتماعي، فالسلطان محمد بن عبد الله عالج الأوضاع الاجتماعية في سنوات الجفاف بدعم الفئات الضعيفة ومنع بعض القبائل بالأموال على شكل سلفات، وأسقط ألقاء بعضها عند الضرائب، كما وجه البلاد نحو الاعتماد على التجارة البحرية. أما على المستوى التعليمي فقد انتقد اختزال العملية التعليمية في الحفظ، ثم ركز على التفقيه في أمور الدين، كما نهج سياسة الانفتاح ربط علاقات تجارية ودبلوماسية مع الدول الأوروبية، كما ساهم في تجديد عدة موانئ أطلنطية للاستفادة من هذه الواجهة البحرية لتنشيط التجارة وبناء الصويرة وتحرير الجديدة من الاحتلال البرتغالي، كما منح التجار الأجانب عدة امتيازات تجارية. محدودية الإصلاحات في المحور الثاني، محدودية الإصلاحات عند العثمانيين، الفقرة الأولى بالنسبة للعثمانيين، أيد بعض العلماء محاولة الإصلاح في حين عارض آخرون، وهؤلاء كانوا محافظون مناهضون لأي تغيير لا يتوافق وطرقهم الدينية، كما أن الإصلاح الاقتصادي لم يساهم في الرفع من مداخل الدولة بسبب غياب إصلاح مالي جوهري، كما أن الجيش العثماني فقد توازنه بفعل عدم استفادة جنوده من التدرب على تقنيات الحرب الحديثة. بالنسبة لمحدود الإصلاحات في المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، حملت جهود المغرب في الانخراط في عملية التحديد تغلغلا للرأسماليين الأوروبيين من خلال ربطه بالمعاهدات ومنحه امتيازات، سواء كانت امتيازات جمركية أو اقتصادية أو غيرها، مكنته من منافسة المنتوجات المغربية، كما أن هذه الإصلاحات لم تربط المغرب بالمحيط الأطلنطي كقاعدة لانطلاق اقتصادي حقيقي. خلاصة القول، ظل التوازن السياسي والعسكري قائما بين العالم الإسلامي وأوروبا الغربية، لكن مع بداية القرن 17 ظهرت مؤشرات اختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي والفكري بينهم، مما فتح المجال لبداية الهيمنة الأوروبية على العالم الإسلامي. وشكرا على الانتباه وحظ موفق.